بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. ربنا بيقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين. آية جميلة جدا، واللي يستوقف النظر في الآية دي هي كلمة من كل شيء، يعني الزوجية في كل شيء، ليس فقط في النبات والإنسان والحيوان. وهنا مجال تأملنا في هذه الحلقة، إن الزوجية أو الإزدواجية في كل شيء، في كل العالم المخلوق كله، الذكر والأنثى في النبات والحيوان والإنسان، الموجب والسالب في الكهرباء، البروتون والإلكترون في الذرة، المادة والمادة المضادة في الفيزياء، القطب الشمالي والقطب الجنوبي في المغناطيسية، الجزيء اليساري والجزيء اليميني اللي هو الديكسترو والليفو في الكيمياء العضوية، يعني مثلا في حاجة اسمها ليفيولوز وديكستروز، مع ان الاثنين سكر لكن الفرق في الجزيء، جزيء يميني جزيء يساري. الروح والجسد، الوجود والعدم في الفلسفة، الصفر واللا نهاية في الرياضة، الحياة والموت، الظلام والنور، في كل شيء فيه الزوجية. كل العالم المخلوق يتصف بالإزدواجية وبالتناقض وبالتزمن بالزمان والمحدودية في المكان والتناهي في الأجل، لكن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يتصف بالأحدية. والأحد غير الواحد، يعني الواحد ممكن ينقسم إلى نص وربع وتلت وخمس، الواحد ينقسم، إنما الأحد لا ينقسم. ومن صفات الله المتصف بالأحدية أنه لا ينقسم وليس له جزء، فهو لا يتجزأ وليس له ضد ولا ند ولا شبيه، ولا يتحيز في مكان ولا يتزمن بزمان، وهو مطلق الإطلاق صفته. قل هو الله أحد، هو وحده اللي يتصف بالأحدية، لا ازدواجية فيه ولا تناقض ولا تزمن بالزمان ولا محدودية في المكان ولا تناهي في الأجل، فهو الله وحده فقط هو اللي يتصف بالأحدية. إنما كل العالم المخلوق ينطبق عليه الآية المطلقة: ومن كل شيء خلقنا زوجين. شوف كلمة من كل شيء هنا، يعني الازدواجية في كل شيء. إحنا هنا هناخد بند واحد من هذه الازدواجية، وهو بند الذكورة والأنوثة في النبات والحيوان والإنسان. وفي الواقع في بدء الخلق ما كانش فيه ذكورة وأنوثة، كانت الخلية لما تصل لحد معين في السن تنقسم، فيطلع نسخة طبق الأصل منها، يبقوا نسختين، وبعدين الاثنين يبقوا أربعة، أربعة تمانية، تمانية ستاشر، وهكذا. انقسام يسمونه انقسام الخضري، لكنك بتحط ايه في الكوبي ماشين، الآلة بتاع النسخ، تحط الورقة تتنسخ زي ما هي، زي ما تنسخ بالبلوزة يطلع نسخة زي ما هي. لكن اللي كان بيحصل انها السلالات اللي كانت بتنشأ عن عملية النسخ المستمر كانت بتضعف مع الوقت، تمام، زي ما تشتغل على المكنة الكوبي ماشين، فتي بعد شوية تلاقي النسخ طلعت بهتانة، او في البلوزة بتعمل طبعة بلوزة طبعة طوس تلاقي بقت بهتانة. السلالات بتضعف مع الوقت وتبقى اقل مقاومة لظروف الحياة. فربنا سبحانه وتعالى ادخل الزوجية في الحياة، خلية تحورت الى بويضة، وخلية تانية تحورت الى حيوان منوي او الى حبة لقاح،
ومن التلاقح بين الاثنين نشأ الجيل الجديد ونشأ السلالات، والنتيجة ان هذه السلالات بتبقى اقوى. ليه؟ لان احنا عندنا الشريط الوراثي اللي موجود في خلية الحيوان المنوي والشريط الوراثي الموجود في خلية البويضة بيجتمعوا في زيجوت او خلية الخلية الجنينية دي. هذه الخلية بتاخد تصنف من هذه الصفات، بيحصل تصنيف من الصفات، انتقاء، فبتبقى وتبقى تباديل وتوافيق، استمرار، يطلع اخوه مختلف عن اخوه الى اخره، فيحصل تصنيف ويحصل توليفة بتدي نسل اقوى. لكن هنلاحظ فرق كبير جدا وعجيب بين الازدواجية او الزوجية او التلاقح والسلالات في النبات وفي الحيوان، فرق عجيب. بنلاحظ في النبات مثلا بيبقى أعضاء التلقيح اللي هي بنسميها أعضاء التسكير وأعضاء التأنيث اللي خدناها في المدارس دي هي الورد. فعملية التلقيح في النبات عملية احتفالية مشاعية على المشاع، ومش بس كده، ربنا سبحانه وتعالى جمل الوردة، حط فيها العطور والرحيق والمش عارف البرفانات والألوان المبهرة، يعني عمل عملية إغواء لإيه؟ ودعاية لحكاية عملية التلقيح في النبات. أكن فيه الكون كله مدعو في عزومة، في احتفالية، تعالوا يا جماعة، جالا 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 جالا، كل عناصر الطبيعة تشترك في هذا التلقيح. وده اللي بيحصل، الحشرات، النحل، النمل، الفخفافيش، العناكب، كله يجي، كله ياكل رحيق واشترك في برجله، يدهوس في الايه، حبوب اللقاح والمش عارف البويضات، المبيض بتاع الزهره، فيحصل التلقيح. فاكن التلقيح في النبات عمليه ربنا جملها واستعرضها استعراض، وبعدين عمل دعوة وعزومة لكل عناصر الطبيعة انها تشترك، مش بس اللي قلنا عليهم نمل ونحل وحشرات ومش عارف خفافيش وعناكب، لا ده كمان الرياح، تعالي يا رياح اشتركي في الايه، وجعلنا الرياح لواقح، وارسلنا الرياح لواقح. أكن الإيه الكون كله مدعو في عزومة، والكل مدعو للإيه للتلقيح. نيجي بقى للحيوان، لقينا العكس، ربنا سبحانه وتعالى ما أظهرش ولا استعرض الأعضاء التناسلية في الحيوان، بالعكس خباها، ومش بس كده، جعلها قبيحة شكلا وقبيحة رائحة، وحرسها بالغيرة والأنانية بالنسبة للذكر والأنثى، فبقى الذكر يستحوذ على الأنثى، وبعدين دخل عنصر الخجل والحياء، وبعدين جت مع الإنسان الشرائع السماوية اللي هي حرمت أي جنس خارج العلاقة الزوجية، وكمان حددت التعددية، الراجل ما يتجوزش 30 و40، حد أقصى 4، ده إذا قدر يعدل، فإذا ما استطاعش فواحدة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى حدد القدرة التناسلية، قدرة الجنسية في الرجل محدودة، قدرته على التكاثر محدودة. وبعدين طيب إيه السر بقى في الفرق العجيب ده؟ ايه الحكمة ان في النبات حول عملية التلقيح الى احتفالية، ودعا كل عناصر الطبيعة واستعرض وحط مش عارف عطور وحط رحيق وايه، بينما في الحيوانات اخفى
هذه العملية وقبحها وخلى أعضاء التناسلية قبيحة ورائحتها قبيحة ومحروسة بالغيرة، وحط جه الإنسان عمل الشرائع السماوية. الله، ليه؟ هنا بقى نحط إيدنا على الحكمة، وحكمة عظيمة جدا. أنا عاوز أقول إيه ثمرة التلقيح في النبات. ثمرة التلقيح في النبات هي الرزق، وهي القوت، وهي الطعام. ثمرة عملية التلقيح في النبات هي كوز الذرة وطبق الفول وطبق الفاكهة. وبالتالي كان لازم ربنا سبحانه وتعالى يعمل احتفالية علشان يزيد الرزق ويزيد القوت ويزيد الطعام، عشان القبائل اللي جاية اللي هي قبيلة الحيوان والإنسان تلاقي مأكلها، والإنسان يلاقي طبق الفول على الصبح، ويلاقي طبق الفاكهة، ويلاقي العسل النحل وشغل كل ده. طيب أكن هنا حكمة عظيمة. طب وفي الحيوان؟ في الحيوان ليه أخفى بقى وعمل؟ أخفاها لأسباب. أولا لأن هنا العكس بقى، لأن النسل اللي طالع من الحيوان لازم يكون على قد القوت المتاح. إنما لو كان نسل بالهبل هتكون النتيجة إن القوت الموجود مش هيكفي ويحصل مجاعة. فكان لازم تخش فيها عوامل تحديد، يحدد ربنا سبحانه وتعالى يحدد. فابتدى بقى التحديد. وأيضا في حاجة تانية، إن كان لازم الإنسان اللي جاي ده يقاوم الشهوة، ما يحبهاش يقاومها، يبقى فيها أسباب يخليه ليه؟ عشان العقل يشتغل، وعشان المواهب العالية تتفتح، وإلا هيحصل غلبة للشهوة والقوة الغريزية في الإنسان، فيبقى بهيمة. يبقى معنى إيه؟ فنمرة ثلاثة، الأسرة ما كانش ممكن هتنشأ لولا إنها تحوطت بالضمانات، بإن هذا الزوج ما بيجيبش أزواج خارج العلاقة، ما يجيبش أولاد يعني خارج العلاقة الزوجية. لأن يوم ما يبقى الواحد مش عارف الزوجة بتخلف منين، فيبقى ده ممكن ابني ومش ممكن مش ابني، حتى تنهار الأسرة كلها. الأسرة مبنية كلها على إن اللي أنا بخلفه ده ابني، وبالتالي بحافظ عليه وأدافع عنه وأجتهد في سبيله وأفتدي بالروح إلى آخره إلى آخره. فما كانش ممكن تنشأ الأسرة لولا إن حصل الحراسات اللي عليها دي والشرائع السماوية. لما ربنا قال افعل ولا تفعل، هو في الواقع ما أردش إن هو يعني يضطهدنا أو يحدد حرياتنا أبدا، ده أراد إنه يحرص الإنسان، وعشان يعمل مناخ تنشأ فيه أسرة يبقى الأب والأم حريصين على هذه الأسرة، لأن دي الأولاد دول بتوعهم مش جايين من الشارع. نمرة اتنين، إن لما ربنا يعني أمر الإنسان بإنه يكبح الشهوة وينظمها، فده عشان العقل يشتغل والمواهب العليا تتفتح، فيبقى مجتمع إنساني ما نبقاش بهايم. فأكن مسألة افعل ولا تفعل أو الحرام والحلال أو ده غلط وده صح، ما هيش اضطهاد من ربنا سبحانه وتعالى، لكن هو ربنا بيهيئ إن يطلع مجتمع ينمي فينا أشرف ما فينا وأعظم ما فينا. فالمسائل دي لها حكمة، بعكس النبات اللي هي ثمرة التلقيح فيه هي الرزق والقوت وطبق الفاكهة وطبق الفول وطبق الخضار، وده كان مطلوب ان هو يبقى على اتساع وبكسرة، لان الأكلة كتير. فربنا عشان كده جعل عملية التلقيح في النبات على المشاع، وعزم فيها كل عناصر الطبيعة، ومش بس حشرات ونمل ونحل وعناكب، لا ده كمان الرياح تعال اشتركي معانا في التلقيح. فدي النموذج من نماذج الحكمة الإلهية، إن ربنا سبحانه وتعالى في أسباب وراء كل حاجة، وإنك لما تتأمل
تلاقي تعرف فعلا ليه ربنا هنا قال لا وهنا قال اه، ليه هنا عمل الحكايه دي مباحه وعمل لها احتفاليه وهنا عملها محرمه. في اسباب وفي حكمه. ونشوف الطرف من هذه المسائل في الفيلم بتاعنا. ادي الورد، احنا قلنا الورد ده هو الاعضاء التناسليه في النبات، فنستغرب ان هو ربنا استعرض هذه الاعضاء، ومش بس استعرضها، وعطرها بالعطور وبالروائح الحلوه وحط رحيق. شوف جاي داكن عصفور الطنان جاي يشرب رحيق ازاي، كله مدعو بقى، وهو بيدب بقى بوزه كده عشان يشرب الرحيق، يقوم يدهوس في حبوب اللقاح ومش عارف المبيض، فيحصل التلقيح. فاكن هو من غير ما يدرى هذا العصفور الجميل، هو صحيح خد رحيق لكن عمل ثمره. شوفوا هنا الالوان الجميله، في 500,000 نوع من الزهور، اشكال والوان، وبديع صنع الله يتجلى في العائله الزهريه باشكالها، يعني متحف. شوف هنا الحشرات جايه عشان الرحيق، تشرب رحيق وتلقح. كمان الريح اللي بتهز دي بتشترك، كله مشترك، احتفاليه. شوف ده ما الكيزان الجميله دي مليانه عسل، مليان رحيق. شوف النحل جاي ازاي، كل دي عملية تلقيح على شكل احتفالية. شوف نازل الزهرة الجميلة، نازل في الكوز الحلو ده، نازل يشرب ازاي رحيق ويلقح. يعني ده بعكس الحيوان اللي هو اللي ربنا أراد أن يخفي. يعني ملاحظ الأعضاء التناسلية في الحيوان، ربنا أخفاها في مؤخرة الحيوان ونزل عليها الديل كده خباها، وأقبح ما في الحيوانات هي أعضاءها التناسلية، ففي عملية إخفاء. فنشوف برضه الجانب الآخر في الفيلم الثاني. يعني اخترنا قبيلة من سباع البحر، القبيلة دي اللي هي سباع البحر مشهورة بالبهيمية، بمعنى عيشتها كلها أكل أو تزاوج. دي اللي بيسموها أبقار البحر اللي هي الإناث، في رحلتها السنوية وهي جاية لموسم التزاوج اللون الفاتح ده والحجم الناعم ده، دول الإناث أصغر من الذكور. هم كل دول الإناث جايين في رحلة التزاوج السنوية. وكل ذكر عاوز يستحوذ على اثنين ثلاثة. وهنشوف رئيس القبيلة ده بيكون عادة بياخد له 30 زوجة من ضمن الايه الإناث دول. وهنشوف ازاي الذكر بيقتل على دفاعا عن ايه مراته. فربنا سبحانه وتعالى حرص التزاوج بالغيرة علشان تطلع أسرة، يحس رب الأسرة أن دول ولاده. وبتوصل في الحيوانات إلى القتال وإلى
ان الواحد يموت التاني دفاعا عن بيته وعن زوجاته. وطبعا واضح ان ربنا سبحانه وتعالى اخفى الاعضاء التناسليه احنا مش شايفينها دي في مؤخره الحيوان والديل مغطيها بعكس النبات اللي ربنا استعرض فيه اعضاء التسكير والتانيث. ده العمده الكبير بقى ده له 30 زوجه وده رئيس القطيع بقى فيش يعني جعر يعني محدش يقرب لي خالص. الباقي بقى كل واحد ياخد له زوجتين ثلاثة كده ويحمد ربنا عليهم. وطبعا بعد التلقيح بيبتدي بعد شهور تبتدي عمليات الولادة. والولادة بالنسبة لسباع البحر سهلة جدا لأن جسمهم كله لهلوطة كده مزفلط مفيش الحوض الضيق اللي الستات بيعانوا من الولادة بسببه. لما بتولد عجلة البحر دي أكنها مش ولادة أكن حاجة يتسلت منها ابنها كده يروح نازل من غير مشاكل لأن هي كلها حتة كده كاوتش لهلوطة كده. هي بتولد اللي احنا هنشوفه دلوقتي عملية ولادة. خلاص انتهت الولادة سهلة أوي. حتة لهلوطة نزلت من حتة لهلوطة مفيش مشكلة. بيقعدوا حضانة بقى في الجزيرة دي لغاية ما ايه الجيل الجديد يقوى كده ويتعلم العوم وبعدين يرحلوا منها تاني. هنشوف هنا مشهد غريب جدا عن خناقة بين اتنين من الإناث على مولود. واحدة بتقول ده بتاعي والتانية بتقول ده بتاعي. دي تقول ده ابني يقول ده ابني. وهنشوف قد ايه غريزة الأسرة نفسها. وطبعا بتنتهي بأن الأم بتاخد ابنها. طب بتعرفوا ازاي مع انه يعني كلهم شكل بعض بريحته بقى وحاجات زي كده وإفرازاته. شوف الولادة سريعة ازاي حاجة غريبة أوي كأنها بتبيض بيضة. الطيور دي بتعيش على المشيمة والخلاص وفضلات الولادة يعني. شوف الطيور الطفيلية دي اهي في حتة خلاص ولا مشيمة هي بياكلوا فيها هي. شوف بقى الخناقة كل واحد بيقول لا دي بنتي لا دي بنتي اتنين اي لكن طبعا في النهاية هتنتصر الأم بقى وهتاخده بعيد فعلا. شوف ازاي هتبوق بقى قرب لي بقى انا تكح معايا انا اكسر رقبتك يلا غور بقى
دايما تمشي امه، انا امه وخالته. شوف بقى قد ايه ربنا اودع الغيره والانانيه، الانانيه الاسريه. ولولا كده ما كانش تنشا العيله، وبالتالي لو ما نشاتش العيله ما نشاتش المجتمع، لان المجتمع عباره عن عده لبنات، كل لبنه هي الاسره. فعشان كده حرص هذه الغريزه وحرص عمليه التلقيح بالغيره والانانيه. الذكر يقتل عشان اللي يجي يقرب من حريمه. بعكس النبات، النبات مشاعية عجيبة. مش بتعلم بياخدوا حمامهم العمدة وزوجاته. ده العمدة الكبير ده بقى. ودايما القيادة بتكون للضخم القوي برضه، ده عشان حرست النوع. كل شيء له حكمة. لو أن القيادة كانت لضعيف ما النوع يضيع. ولأنه قوي فيستحق عدد كبير من الزوجات، لأن يبقى معناها إن النسل هيبقى نسبة الأقوياء فيه كتير. ده الجيل الجديد بقى اللي طالع لسه بيحبي. هو بيطلع يمشي على طول. شوف العمدة بيفتش زي أي حد يقرب، أنا هأدبه، محدش يقرب من بيتي أبدا، ومفيش هنا جدران لهذا البيت المزعوم، لكن جدران هذا البيت هي الغيرة. شوف الإناث بتوع الزعيم، زوجات الزعيم دول شن بقى الحرب دي بقى. واحد حاول يقرب من حريمه، فهنشوف الحرب هتنتهي بإيه. هتنتهي بعملية قتل بالفعل. شوف قرص عضه فين بقى، العضة جت في الوريد الرقبة، هيموت فيها. اهو شوف التهتك اللي حصل، مات فيها، هيموت. لما بيموت بقى الطيور دي كلها تنزل عليه تخلص بقى عليه. شوف الطيور بتاكل لحمه ازاي. عملية القتل اللي شفتوها دي هو بالظبط قتل دفاعا عن العرض. مراتي ما حدش يقرب لها، ستاتي ما حدش يقرب لهم، بيقتل بقى. ربنا أودع الغيرة دي لحراسة النوع ونقاء السلالة، وأيضا ليحرس الأسرة اللي هي هتبقى الطوبة اللي واللبنة اللي هيتبنى منها المجتمع كله. فالمحاذير، لما ربنا عمل محاذير خاصة بالغريزة والتزاوج والحاجات دي كلها، وقال هنا حرام وهنا حلال، فالواقع في مقاصد حكيمة لهذه الشريعة، وهي الصالح العام من الإنسان والحيوان
مسيرة الحياة كلها. ينزلوا ياخدوا اولادهم بقى يعودوهم على العوم والحاجات دي. صاحبنا واخد القبيله بتاعته كلها. عوام عظيم، سباع البحر وعجول البحر وكلاب البحر، يعني قبيلة أبطال الغطس وعوم ما فيش بعد كده، وجسم انسيابي زي الغواصة بالظبط. حاجة غريبة، شوفوا الذكور بيشمسوا والستات بيستحموا، كل واحد يحرس حريمه. أولاد الجداد بقى نشوفهم بيتمرنوا على العوم جوه حفر كده الأول، ينزلوا يستحموا فيها. شوف بيرضع ازاي من أول ما يتولد، على طول بيعرف مكان الثدي فين ويبتدي الرضاعة فورا. شوف الطائر الانتهازي الملعون ده مستني حاجة ياكلها، جوارح، كل الطيور دي جوارح. شوف بتشرب، عاوزة تشرب شوية لبن. هو اللبن في الحيوانات دي أكثر دسامة من لبن الأم في البشر، يعني بحوالي 6 7 مرات. لبن شديد الدسامة، وطبعا لازم هيبقى كده عشان الجسم اللهلوطة العجيبة دي. شوف صاحبنا نازل بقى ايه، بيتجول يستكشف البيئة الجديدة بتاعته. ساعات ينزل حفرة ما يقدرش يطلع منها فيموت، لأنه لهلوطة ملوش ضوافر ولا مخالب ولا كلام من ده. ساعات يضيع في الحفرة دي، ينزل وما يعرفش يطلع، تنزل عليه الطيور بقى تخلص عليه. طبعا الحكمة في اللهلوطة العجيبة دي هي البرد، يعني دي عادة الحيوانات دي موجودة في الأماكن الباردة، فاللهلوطة دي هي البلطو، البلطو اللي لابساه بلطو عظيم. وكل شيء لحكمة، يعني الواحد دايما يشعر بأن كل شيء بتدبير وبحكمة، وكل شيء مخطط في الكون، ما هيش يعني لا صدفة ولا عشوائية ولا كلام فارغ بالشكل ده. شوف ده بيستحمى في البيسين الصغير ده ازاي قبل ما ينزل البحر بقى. فواضح طبعا الفيلم بيقول بصريح العبارة ان ربنا سبحانه وتعالى بيخلق كل شيء
بقدر وبحكمة وبتدبير، وكل شيء له سبب. يعني مثلا ربنا خلق الذكورة والأنوثة لتقوية النسل، وبعدين لما أباح ووسع عملية التلقيح في النبات وحولها إلى احتفالية واستعراض ودعا كل عناصر الطبيعة، فالحقيقة كان في سبب وراء ده، لأن ثمرة التلقيح هي الرزق والقوت والطعام، وده مطلوب أن يكون وفير وفرة تكفي كل الجماعة الهمج اللي جايين يأكلوا. بينما لما ضيق الحصار حوالين الغريزة والتزاوج والتلقيح في الحيوان وفي الإنسان، فده كان له سبب، لأن النسل لازم يطلع على قد القوت المتاح، فمش حكاية سبه لا بقى لا. وبعدين لازم هيحرص النسل الجديد بالغيرة علشان تنشأ أسرة، ومن الأسرة يطلع مجتمع. وفي الإنسان ضيق الحصار أكتر وجد شرائع اللي هي بتقول لا، مفيش مزاولة للجنس إلا في إطار الزوجية وضمانات الزوجية، ومفيش خارج إطار الزوجية، ده حرام وما يصحش وعيب وده يعاقب عليه. لأن فعلا الحكمة هنا واضحة، أولا عشان الإنسان يتعود على أنه يقمع شهواته ويكبحها ويقاومها، لأنه من غير مقاومة الشهوة مش ممكن العقل هيتفتح، ولازم نزيح الشهوة جانبا، وإلا لو عشنا في حالة غلبة للشهوات العقل هينطمس خالص. فلازم الأول الشهوة دي تقاوم، نقاومها ونكبحها ونقمعها علشان العقل يتفتح ويفكر، وعلشان المواهب العليا في الإنسان تتفتح. ثانيا لابد عشان المجتمع ينشأ لازم تبقى فيه أسرة، وعشان تنشأ أسرة لازم يبقى فيه نحرصها بالقيم علشان نقاء السلالة، وعشان الأب يحس إن دول ولاده وما جوش من الشارع. فإذا كل حاجة تحريم، كل تحريم وراه مقاصد رفيعة من الله سبحانه وتعالى، إن هو إذا كان بيحرمنا من شيء فلأنه عاوز يكافئنا بشيء أعظم. وسبحانه وتعالى تأمل الكون دائما يكشف لنا عن حكمة الخالق تعالى ربنا علوا كبيرا. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.